معي الآن إمام يعني جمعة في إمام جمعة الخبر السيد محمد باقر الناصر. سيد بداية نقول عظمنا لكم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لكم الأجر ولجميع أمتنا الإسلامية، نرفع التعازي ونبارك أيضا هذه الحادثة التي وقعت، نبارك لمن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا سببا في لحمة أمتنا واجتماعهم، وأن يختارهم الله تعالى على فريضتين من فرائضه، فريضة الصيام وفريضة الصلاة، وفي خير الأحوال والأوضاع. هذا أمر نعتز به ونفخر به ونبارك لأهاليهم به، ولكن الفقد المؤلم نعزيهم به ونعزي أيضا أنفسنا به. واليوم حضرنا في وفد من محافظة الخبر في المنطقة الشرقية ومحافظة الدمام ومن الأحساء لتقديم التعازي لأهلنا المكلومين في هذه الديار. نسأل الله أن يوفق الأمة الإسلامية أن تجتاز هذه المرحلة الخطيرة، وأن تتغلب على هذا الداء، داء التطرف الذي بدأ يجتاح مجتمعاتنا بهذا الالتحام الذي نراه، أن تقام هذه التعازي لشهداء من الشيعة، من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، في مسجد لإخوانهم من أهل السنة، وبتعاطف كبير حكومي وشعبي. كل هذا مما يدعو إلى أن نتفائل في معالجة هذا الداء. الله يحفظكم ويرعاكم ويوفقكم إن شاء الله. معي أيضا استكمالا للوفود التي تأتي من خارج الكويت من الشقيقة المملكة العربية السعودية، معي وتحديدا من الدمام طالب المطاوعة. بداية أستاذ طالب نقول لك عظم الله لكم الأجر. عظم الله لكم الأجر جميعا. باسمي وباسم إخواني في لجنة الدالوة والقديح، عفوا في الدالوة والدمام، وباسم أهالي الشهداء وكل الأهالي الذين حملونا التعازي والتهاني لأهالي الشهداء في دولة الكويت الحبيبة، نبادلكم التعازي والتهاني، ونرفع ذلك من أفواه أهالي الشهداء إلى آذان صاحب أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، ونقف وقفة إكبار لهذه الوقفة الحانية والكبيرة لأمير البلاد، من وقفة حانية وعطوفة ليمسح بها على قلوب أهل المصاب الجلل. وهذه الوقفة والتي لحقها من الجانب الأمني القبض على الخلية التي قامت بعملية التفجير، يذكرنا ذلك بما حدث عندنا لولي العهد وزير الداخلية عندما تم القبض على الجهة المنفذة لحالة الاغتيال في قرية الدالوة، وكان ذلك في عملية سريعة جدا. كما أن وقفته الحانية تذكرنا كذلك بوقفة ولي العهد عندما تم التنقل من مدينة القصيم إلى حائل إلى الأحساء في يوم واحد، ليمسح بوقفته
على مصابي أهالي الشهداء في قرية الدالوة، وما قام به سمو أمير المنطقة وكل المسؤولين. يشكر الجميع على هذه الوقفات التي تلم الشمل وتوحد الكلمة وتجعلنا يدا واحدة ضد هذه الفئة الباغية الظلامية، والتي كما سمع الجميع في هذا اليوم أنهم صاروا يعلنونها صراحة أنهم يتكلمون عن خلافة الدولة، وهذا يعني أنهم يذهبون كثيرا لأمور أكبر من موضوع طائفة معينة من هنا وهناك، مما يحدو بنا الأمر أن نقف جميعا دولة وشعوبا في المنطقة الخليجية لأن ندفع يد الإرهاب والتفجير والبغض والكراهية. كما تعلمون هذه الحالة مثل المفرخة التي باتت تفقس في منطقتنا، مما يدفع بها إلى التمزق والشتات. كما أهيب بكل الأهالي والأخوة الذين تطوعوا في اللجان المساجد والحسينيات بأن تكون يدهم، كما هو الحال كما أثبتوا عندنا في مدينة الدمام من خلال اللجنة الكريمة التي دفعوا بها هذا المجرم الذي حاول أن يفجر المصلين في داخل المسجد. فهذه الوقفة الجميلة والطيبة من الأهالي والجهات الأمنية والرسمية جعلتنا نقف صفا واحدا ضد كل من يحاول أن يمزق من وحدتنا ويشتت لحمتنا في كل الاتجاهات. نشكر لكل الإخوة ونشكر لكم هذه الوقفة الجميلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الشهداء في عليين وأن يحشرهم مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كل الشكر لك وعظم الله لكم الأجر كذلك. رحم الله والديكم، ونحن من جهتنا نقدر ونثمن لكم هذه الجهود الكريمة والطيبة، وشكر الله مساعيكم إلى كل خير. كل شكر. مجددا من المسجد الكبير من عزاء شهداء جامع الإمام الصادق عليه السلام، يمكن ما لفت الانتباه وجود عائلة المؤمن قد أتت من المملكة العربية السعودية لتقديم واجب العزاء. ما شاء الله، يعني الأعداد الذي أتوا بها تقريبا 35 رجل لتقديم هذا العزاء. 60 وأيضا معي الشيخ ياسين، الشيخ ياسين المؤمن الذي يترأس هذا الوفد. شيخ، بداية نقول لكم عظم الله لكم الأجر وأجوركم، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب، وإن كان هو المصاب لكن هو أيضا من جانب آخر هو قرابين في طريق الفداء وفي طريق إعلاء كلمة الحق وإعلاء كلمة السلام الاجتماعي إن صح التعبير. يعني شيخ، شايف المجاميع، يعني المجاميع كثيرة ما شاء الله. نعم. أنتم قد جئتم من السعودية، بالتالي ما هي الكلمة التي تقال لمثل هذه المجاميع؟ هذه المجاميع إن كانت تعبر فتعبر عن الوحدة الاجتماعية، ليس على مستوى الكويت وإنما على مستوى المنطقة بأكملها، وهذا يدل على التواصل والتراحم. ولا شك أننا نرى هناك بعض الوجوه من أبناء السنة ونحن شيعة، ولا فرق. هذه الإعلام الذي يضع عناوين تفرقة ما هي الا مغرضه، لكن ان جئنا الى الواقع فاننا نرى هذا العنوان الذي يمثل الواقع الذي لا يستطيع ان ينكره احد في الواقع. هذا ما استطيع ان اقوله في هذه المجاميع. هل باعتقادك ان من قام بمثل هذه الافعال، يعني قبل اسابيع قليله قد ابتليتم بنفس ما ابتلوا في الكويت، وايضا الكويت اليوم في عزاء شهدائها، ما هي الكلمه التي تقال من أبناء المملكة إلى أبناء الكويت؟ مبدئيا نعظم لهم الأجر، وبنفس الوقت نبارك لهم هذه القرابين. هذه القرابين هو عربون ولاء وعربون مصداقية في طريق السلام.
حقيقة، وهذا السلام الذي خطه أهل البيت عبر التاريخ وخطوه بفكرهم وثقافتهم ومواقفهم، ونحن نقتدي بهم ونجسد اقتداءنا بهم بهذه المواقف. مهما فعلوا مهما فجروا فهناك أغراض شيطانية، أغراض استكبارية هدفها تشتيت الأمة وتمزيقها وتحطيمها. وعي الأمة الآن جاء ليبطل هذا السعي الشيطاني. نقول لهم من جانب عظم الله أجوركم، ومن جانب آخر هنيئا لكم، لأن الشهداء تعتبر أوسمة ينالها من كل مجتمع، يقدمون أوسمة ليكون شرف وعنوان لها. كل شكر لك، سلمكم الله. أحسن الله. وأيضا نشكر لكم هذا الحديث، ونتمنى أن يتغمد الله أرواحهم في جنان الخلد مع الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والحسين عليهم السلام. وأقول لعوائل الشهداء لا تأسفوا، لا تأسفوا، فإن دماء الشهداء مثمرة، إن لم نراها في خلال أيام سنراها بامتداد الأيام، بل رأيناها بهذه الأيام القريبة. سلمكم الله. أهلنا في الكويت وعوائل الشهداء، نحن أهالي القطيف. بهذه الكلمات جاء يعني أبناء القطيف ليشاركوا إخوانهم في الكويت شهداء تفجير الإرهابي الغادر في جامع الإمام الصادق. معاي من هذا الوفد الأستاذ زكي عبد الله محمد هجرت من وفد القطيف في القلعة. أهلا وسهلا، عظم الله أجوركم جميعا. وإحنا هذا الوفد يمثل مجموعة بسيطة من أهالي القطيف، وأكثر ما نقدم إلى المؤمنين هذا لأن السلام والتحيات إليهم، وإحنا جينا من هناك إلى هنا بس على أساس نقول لهم السلام عليكم. وعندي ملاحظة بسيطة، إحنا يسمونه الخليج المياه الدافئة. أنا في خلال هذه الأحداث اللي ابتدأت من الدالوة وانتهت بجامع الإمام الصادق بالكويت، ما نسمي الخليج دافئ، سخن الخليج، وخصوصا أبناء الطائفة الشيعية، ولكن هناك دموع من سمو الأمير طفت على الخليج الهدوء وأعطتهم الطمأنينة. وأنا هذه رسالة إلى سمو الأمير أن يكرر الزيارات ويمسك بيد أبناء الشيعة وأبناء أخواننا أهل السنة المعتدلين، ويطلعوا بالخليج خليج الخير إن شاء الله. هل تعتقد بنا من الممكن اختراق اللحمة يعني الإسلامية في دول الخليج؟ لا بالعكس، كل ما عملوا هذه الأعمال ازدادتنا لحمة مع السنة مع الشيعة. حتى المسيحيين، أنا ودي كنت أشوف حتى المسيحيين اللي في الكويت وحط ايدي بايدهم، مو ابناء السنة، اخواننا السنة. السيد السيستاني دائما يوصينا يعني لما نروح زيارة الاربعين بالتحمل باخواننا اهل السنة، يعني وهذا شيء يعني من ارفع المراتب عند ابناء الشيعة. يعني وش يريدوا يعني واحنا في القطيف نسوي كل ما نستطيع مع الجنود مع أهل السنة مع كل حتى المتعصبين في الأعمال في المدارس في الجامعات، نسوي لهم كل شيء علشان بس يلينوا. ولكن مع الأسف المتعصبين فيهم لا زالوا ويتموا كما هم. كل الشكر، حياك الله حبيبي.